السلام عليكم. لو انت عايز نص عشوائي مجرد الكلام الكتب فقرة فاضية تقول له يساوي راند، وبعد كده تحط قوسين، وبعد كده تقول له انتر، يبدأ يحط لك فقرة. لو انت عايز تعمل فقرة ممكن تقول له راند، تقول له انا عايز فقرة واحدة بس، تدوس انتر يروح كاتب لك فقرة واحدة. ممكن تحدد له حتى عدد السطور يساوي راند، تقول له مثلا عايز فقرتين وعايز كام سطر مثلا، تقدر تقول له انا عايز فقرة واحدة و 3 سطور مثلا.